جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل كذلك عن هذه الزمرة التي خرجت على المسلمين وقامت بالتفجيرات و يعني خافت الآمنين، يقول هل يصنفون من الخوارج أم أنهم غراء؟ هذه الزمرة التي خرجت على المسلمين هذه نتيجة الانفصال عن العلماء، نتيجة ما ذكرته لكم في آخر المحاضرة، انفصلوا عن العلماء وانفصلوا عن ولاة أمور المسلمين، وألقى الكفار والمنافقون في رؤوسهم هذه الأفكار فصاروا نشازا في مجتمع المسلمين، وهم خوارج بلا شك، فعلهم هذا فعل الخوارج، بل هو أشد من فعل الخوارج. الخوارج ما يجون البيوت وينسفونها، الخوارج يبرزون في المعارك، يبرزون في المعارك يقاتلون على ما هم عليه من جهل وعد، لكن ما هم يدمرون البيوت على من فيها، على النساء وعلى الأطفال وعلى البري وعلى المعاهدين وأهل العهد وأهل الأمان. ما كان الخوارج يعمل هذا، أشد من فعل الخوارج، هذا أشبه ما يكون بفعل القرامطة، فعلهم هذا أشبه ما يكون بفعل القرامطة. نعم. جزاكم الله خيرا. لأن القرامطة أعمالهم سرية مبنية على السرية، وهؤلاء أعمالهم سرية، الخوارج أعمالهم ما هي سرية، يظهرونها ويصرحون بها، فهم أشد من الخوارج. نعم.